السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد. عندي هنا كيلو ونص دقيق، ان شاء الله هنعمل المخروطة بطريقة سهلة جدا، حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله هتعجبكم. انا عندي كيلو ونص دقيق، وعندي مية دافية، وعندي هنا ايه شوية ملح، هحط رشة، وطبعا رشة سكر. هعجن، هنسمي الله الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا ميه دافيه ازازه زي ما انتم شايفين كده، وعندي هنا كيلو ونص دقيق. هعجن بس الدقيق مع الميه الدافيه، بسم الله، هقلبهم كده. بسم الله، لحد دلوقتي ايه، انا هحط ميه لحد واقعد اعجنها كده لحد ما احصل على عجينه متماسكه زي عجينه كده البيتزا. هحط تاني ميه، دي كده الازازة عندي 700، دي 750، خدتها كلها، فهملى مية تاني. خدي يا رضا، حطي مية دافية يعني سخنة على ساقعة. هتعمل، بصي هتعمل حنفية كده، كده الحنفية سخنة كده. هعجن وهحط مية تاني وهرجع اوريكم عملنا ايه. كده زي ما انتوا شايفين كده، انا لميت العجينة بالشكل ده كده، مش ملزقه في ايدي خالص، وخدت شويه ميه صغيرين. يعني انا اول ازازه كانت 750، وخدت منها حبه صغيرين جدا زي ما انتم شايفينها كده، على كيلو ونص دقيق. دلوقتي هسيبها تريح شويه، هغطيها واسيبها تريح 10 دقايق، وهرجع لكم. رجعت لكم بعد ما سبت العجينه 10 دقايق، حطيت على الرخامه دي، وهعمل العجينه كده اقطعها عشان اعرف ايه افردها. ودلوقتي حطيت الحلة اللي انا ايه هسوي فيها المخروطة على البخار، حطيت على البوتاجاز دلوقتي، وبعد كده هنشتغل على العجينة، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا كده هقطع العجينة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبعد ما اخلص الكمية اللي عندي هرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي اللي حطيت على الرخامه دي، وعندي طبعا المكنه بتاعت المخروطه، هي دي اللي انتم شايفينها دي. انا ممكن افرد العجينه هنا، بس انا الاسهل ليه، انا بحب ايه افردها واقطعها وانزلها في الحته الرفيعه دي، اعملها بقى ايه مخروطه. دي على فكره المكنه دي حلوه جدا، وما شاء الله بتعمل، ممكن تعملي بيها مكرونه سباكيتي بتبقى حلوه. هفرد العجينه، هخليها ايه رفيعة خالص، السمك بتاعها رفيعة. هات السكينة يا دودو، هوريكم كده انا بقى ايه هقطعها كده. عايزه تفرديها اكتر من السمك ده، هوريكم بس ايه. بسم الله،
دي ايه المكنه بتاعتي اهي، عايزه اظبطها اخليها خفيفه، السمك بتاعها 4 على ولا 3 ولا 2 ولا 1 زي ما انا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي بتتفرد معايا جدا بالطريقه دي. افردي تانية يا رودينا، هي دلوقتي على 3، انا ممكن ايه اخليها ارفع، خليها على 2. افردي يا رودي كده، يلا شاطرة، اهي بقيت ارفع، يلا شاطرة اهي. اجيبها ايه، انا عايزه اوريكم الناحيه دي، هي مش جايه مش مظبوطه، فانا هحطها ايه هنا، هدخلها عشان تعمل لي المخروطه. هغير بقى الايد واجيبها الناحيه التانية، هي لها 3، اللي بتفرد النشابه، وطبعا العريضه المكرونه الاسباجيتي العريضه، او الرفيعه بتاعت اللي احنا بنعمل بيها المخروطه، ممكن كمان نعمل بيها الاندومي، هتبقى حلوه قوي اهي. هاتي بقى ايه طبق عشان نحط فيها دي، هات الصينيه دي. بصوا هي نازله، مش عارفه عايزه اوريها لكم، بصوا اهي اهي. لازم بقى ايه اول ما تطلع كده احط عليها ايه دي، انا هجيب الصينيه كده مرشوش عليها دقيق، لازم دي عشان ايه ما تمسكش في بعضها، واعمل بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هتتفك من بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده، هفكها من بعضها عشان ما تبقاش ماسكه وتبقى عجينه. هعمل واحده معاكم اهي، انا فردتها زي ما انتوا شايفين كده بتتفرد، طبعا بتحطي فيها دقيق عشان ما تلزقش معاكي، هضيقها كمان، وممكن كمان تفرديها عادي بالنشابه لو مش عندك المكنه ديت، وتقطعيها بسكينة رفيعة، تقطعي بالسكينة قطع صغيرة رفيعة كده شرايح، هتطلع معاكي حلو قوي اهي. هي دلوقتي فردت معايا بسم الله زي ما انتوا شايفين كده، فردت معايا، بس هي عشان انا مش مالكه اعملها على الرخامة، عايزة ترابيزة او بقى ايه الطبلية وتعملي عليها اهي، دي رفيعه جدا اهي. هحطها بقى هنا عند ايه الحته اللي فيها زي المخروطه المكرونه اهي، بتنزل معايا جري ورفيعه قوي قوي. بسم الله، دي يا رودين دي اهو، حطي دقيق كده اهو، رشي دقيق عليها عشان ايه ما تلزقش معايا اهي. كده زي ما انتوا شايفين كده، انا هعمل بقى كميه حلوه كده واروح ايه حطها على البخار وهرجع اوريكم شكلها. زي ما انتوا شايفين كده المخروطه معانا اهي، واحده بوحدتها مش لازقه معانا ولا اي حاجه كده. هخلص الكميه كلها بالشكل ده، وطبعا ايه هحطها على الحله اللي فيها ميه على البخار ونسويها. رجعت لكم زي ما انتوا شايفين كده، انا عندي حله البخار كده مفضيه عليها المخروطه، بقت بالشكل ده، هي كده معايا استوت اهي. دلوقتي هطلعها وهوريكم شكلها بقى عامل ازاي.
رجعت لكم كده بعد ما طلعنا المخروطة بقت بالشكل ده كده. انا هحط هنا بقى وهي سخنة معلقة زبدة وهقلبها بيها. بسم الله. ولو طبعا عاوزة بقى تشيليها تحتفظي ببقية الكمية تطلعي منها كيس كيس زي ما انتوا شايفين كده، انا عاملاها ايه بكيس. عايزة تاكلي بقى لبن، جبنة قديمة، في صعيدة بياكلوها بجبنة قديمة، انا بصراحة بحبها بالعسل الاسود بتبقى تحفة. اهي كده بقيت المخروطة بتاعتنا جاهزة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بحب احط فيها عسل اسود بتبقى تحفة. رودينا بقى الزويقة هي اللي هتيجي تدوقها. تعالي يا رودي. شكلها تحفة 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 وطعمها حلو قوي. انا باكل بايدي. اندومي بالعسل صح؟ كان فاضل لي العصاية بس طعمها ايه؟ النايلة طعمها حلو. طعمها تحفة اهي. يا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم وطريقة المخروطة بتاعتي عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.